شكل الدور الليبي عاملا أساسيا في تأجيج نار الحرب الأهلية اللبنانية، ومنذ البداية لم تكن علاقة الإمام الصدر بليبيا على ما يرام. وخلال زيارات عبد السلام جلود رئيس الوزراء الليبي إلى المنطقة ولبنان، كان الإمام الصدر هو الشخص الوحيد الذي يستثنى من قائمة المرغوب بلقائهم. ونورد هنا خطابا للقذافي بعد إخفاء الإمام الصدر، يشير بشكل واضح إلى حجم العداء الذي كان يضمره هذا الرجل لشخص الصدر وحركة المحرومين. انضمت الشيعة اللي هي متكونة من جماهير، الشيعة اللي متكونة من جماهير فقيرة شادحة مضطهدة دائما، يعني الشيعة في لبنان ناس مضطهدة اضطهدوهم حتى تحالفوا من الإسرائيليين. موسى الصدر اللي تكلموا عليه هو أول متحالف من الإسرائيليين بأمر من الشاه، لأن الشاه هو الذي نصب موسى الصدر على الشيعة في لبنان، والصدر يتبع جهاز السافات، وبالتالي الشيعة فرض عليهم ان يتعاونوا مع الاسرائيليين ضد العرب من الاضطهاد. اذا الشيعة طائفة صغيرة ما عندهاش الا بنادقها، انضمت للمعركة فتحقق النصر للقوة الوطنية اللبنانية في اقصر مدة ما كانت تتوقع، وصلوا الى البحر. يا معمر اسمع بتبعك من الايام، موسى هايو عم حدق كل الافواج، يا معمر اسمع بتبعك من الايام، موسى هايو عم حدق بالصوت العالي، يا معمر هيدا رد الغير المعبود، قسما مش ممكن نرجع